الفني فريق بتروجيت. بنقول لك النهارده هذا الكابتن يوسف اديته مباراه مميزه، الشوط الاولاني كان رائع بالنسبه لكم، قفلته بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. شايف المباراه النهارده بالنسبه لك ازاي؟ وشايف اداء النادي الاهلي بالنسبه لك، كنت متوقع ان هو يبقى كده النهارده ولا يعني مباراه؟ طبعا مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لينا، لكن انت بتلعب بطل افريقيا، بتلعب فرقه فيها اوراق كبيره، جهاز فني محترم، في نفس الوقت كمان الشكل اللي لعبنا بيه الشوط الاولاني لعبنا بثلاثه في خط الظهر واربعه في، يعني لعبنا 3-4-2-1، فدي كانت يعني عايز اقول ان هي دي الشكل اللي احنا كنا عايزين نشتغل بيه، على اساس ان احنا نتفادى سرعات الثلاثي الامامي اذا كان باكا او وليد سليمان مع وليد ازارو وعبد الله السعيد ايضا. لكن بعد الدقيقه 61 حصل فارق المهاري، فارق في الخبرات. عايز اقول كمان ان احنا ما قدرناش نصمد مع النادي الاهلي مع ضياع الفرص، يعني احنا ضيعنا كوره اللي هي بتاعت كريم طارق في الشوط الاول، برضو كوره البيكلي في الشوط الاول كان ممكن نستثمرها، مع عدم استثمار كرات مرتده طبعا لابد ان انت خلاص، ما هو انت بتشتغل على دي، والفكر ده ممكن ان احنا كنا نجيب بيه نتيجه. لكن في النهايه انا بقول ان الفارق بان من الدقيقه 61 مهاريا وبدنيا لعيبه. طبعا احنا بالنسبه لنا عايز اقول تاني ان احنا محتاجين تدعيم في يناير وفي الجزء الهجومي بالتحديد، لان الارقام بتقول كده. يعني النهارده لما انت بتتكلم على الموسم الماضي احرزنا 24 هدف، وكان حتى يعني انا يمكن توليت 7 مباريات، لكن قبل كده كابتن حسن وقبليه كابتن طلعت، لما بتروجيت يجيب 24 هدف في الموسم كله في فرق الدوري السنه اللي فاتت هبطت جايبه عدد اهداف اكبر. فاللي انا عايز اقوله محتاجين تدعيم في يناير، لاعبين يحدثوا الفارق. هتلاقي كل الفرق، بص كده على كل الفرق، هتبص تلاقي عندها 3 4 او 2 3 او 1 2، يعني عندك 2 لعيبه او 3 لعيبه في الامام بيقدروا ان هم يخلصوا لك الماتشات. مصطفى محمد في طنطا جاب 3 اجوان، نعم خسروا 6 لكن جاب 3 اجوان. بص على المقصه مثلا، عندك مقصه فيها 2 لعيبه ما شاء الله، جون انطوي وحسين شحاته 20 جون، النهارده بيتعادل مع الاتحاد وخسر من النصر وخسر من، يعني فاللي انا بقوله اللاعبين اللي بيبقوا في التلت الهجومي بيدوا باور للفرقه. انا النهارده وانا بدافع لما عارف ان الجزء الهجومي هنطلع عليه الكوره وهنقدر ان احنا نجيب جون، دي بتديني ثقه وبتديني ثبات. فدي نقطة مهمة جدا، نتمنى ان شاء الله الفترة الجاية ان احنا لابد ان احنا نشتغل عليها. يعني لو بسأل بقى كابتن يوسف كأحد ابناء النادي الاهلي، الاهلي واتلتيكو مدريد ودور الاهلي الوطني خلال طول السنين من 1907، شايف المباراة دي ازاي؟ المباراة العالمية دي من وجهة نظرك كأحد نجوم النادي الاهلي كابتن يوسف؟ يعني طبعا النادي الاهلي سباق دايما، وهو يعني دايما عنده الافكار الجديدة، عنده الاستحداثات الجديدة. فطبعا مباراة اتلتيكو مباراة انا شايفها انها يعني تليق بالنادي الاهلي، وانه بيلعب مع فريق من الفرق الكبيرة في اسبانيا او الدوري الاسباني. نتمنى ان شاء الله انها تطلع شكلها حلو، نتمنى كمان ان جمهورنا يجي يتبسط، جمهور النادي الاهلي، ونعمل نتيجة برضو كويسة، لان المباراة دي بتفضل في التاريخ. اللي انا عايز اقوله ان النادي الاهلي عنده يعني عنده الـ 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 الامكانيات الفتره الجايه ان هو يعني يبدا يرجع تاني، وبطوله افريقيا يعني يفوزوا بيها، نروح لكاس عالم انديه تاني ان شاء الله مع المجلس الجديد. اعتقد ان الامور هتبقى بشكل كبير جدا الفتره الجايه. الله يخليك، شكرا. كل الشكر طبعا لكابتن محمد يوسف المدير الفني للفريق بتروجيت. بنقول النهارده هارد لك، واحد من ابناء النادي الاهلي، اكيد النهارده النادي الاهلي كان موفق في الشوط الثاني، اللي بتمناه توفيق يكون حليف النادي الاهلي خلال مبارياته القادمه. بالتوفيق للنادي الاهلي خلال مشواره في بطوله الدوري، وغدا ان شاء الله في مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد. كابتن محمد طروف في